تحصي ولاية تبسة 9 مراكز للردم التقني بالإضافة إلى مفارغ للنفايات، وهذا لتحسين الوضع البيئي واسترجاع النفايات القابلة للرسكلة كمركز الردم التقني بمدينة تبسة الذي يستقبل حوالي 180 طنا من النفايات المنزلية يوميا. نقوم قبل ردمها على مستوى الخندق نقوم بفرز ما يمكن فرزه وإعادة لإعادة رسكلته أو للفنتيلاسيون تاعه لإعادة الرسكلة تاعه. من بين ما يقوم بفرز المركز هو المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها والمواد الورقية خاصة الكرتون. نسترجع حوالي من طن إلى طنين يومي من النفايات القابلة للرسكلة. كما تقوم جمعيات فاعلة في المجال البيئي بالتحسيس بأهمية نظافة المحيط. في قطاع البيئة احتضن يعني عديد المشاريع وضخت ميزانية معتبرة تقدر بحوالي 1.9 مليار دينار، وهذه الإمكانيات يعني قمنا بإنجاز العديد من المرافق العمومية هي تخدم البيئة على مستوى الولاية، من بينها تسجيل النفايات الحضرية وكذلك بالنسبة للمرافق العمومية لتحسين الخدمة العمومية. رغم مجهودات الدولة والجمعيات بالتحسيس بمخاطر التلوث إلا أن المواطن يبقى الحلقة الأساسية في الحفاظ على محيطه البيئي.